بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي طلاب وطالبات مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة رقم 4 من مقرر المحاسبة في شركات قطاع الأعمال العام، كود رقم 1303، للدكتور هاني رجب رزق محمود، المدرس بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة القاهرة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الوحدة الخامسة بعنوان الحسابات المتعلقة بإعداد قائمة المركز المالي. هندرس هنا إيه هي الحسابات اللي موجودة جوه قائمة المركز المالي وفقا للنظام المحاسبي الموحد القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. زي ما احنا عارفين وتعلمنا من زمان، من أول ما درسنا مبادئ وأسس وأساسيات المحاسبة المالية وجينا ندرس القائمة المالية، من ضمن القائمة المالية قائمة المركز الإيه؟ المالي. هذه القائمة زي ما احنا عارفين بتتكون من ثلاث مكونات أساسيين. المكون الأولاني هو حسابات الأصول ومكوناتها اللي وردت بالدليل المحاسبي. المكون الثاني وهي حسابات حقوق الملكية برضو اللي بيتضمنها الدليل المحاسبي، وكمان الالتزامات أو الخصوم ومكوناتها التي وردت بالدليل المحاسبي. يبقى زيها زي أي قائمة مركز مالي أو ميزانية، جواها ثلاث حاجات: الأصول وحقوق الملكية والالتزامات أو الخصوم زي ما أنتم متعودين عليها أو عارفينها. طيب نبدأ كده، يعني يبقى الإيه الأول؟ يعني كلمة حسابات متعلقة بإعداد قائمة المركز المالي، يعني نقصد حسابات الأصول، نقصد حسابات الأصول وحقوق الملكية وكمان الالتزامات او الايه او الخصوم. يبقى دي اول حاجه عندنا، يعني ايه كلمه حسابات متعلقه بالمركز المالي؟ يعني اصول وحقوق ملكيه والتزامات او خصوم. تمام. يبقى اذا قائمه المركز المالي عندنا جزئين، جزء للأصول لوحده وجزء لحقوق الملكية والالتزامات. وزي ما احنا عارفين ان في النهاية لازم اجمالي الأصول يساوي اجمالي حقوق الملكية زائد الالتزامات. ليه يا شباب؟ لان مفهوم الأصول معناها كل ما تمتلكه الوحدة او المنشأة من طاقات وموارد وتستخدمها في ممارسة نشاطها وتتوقع الحصول على عائد أو منافع اقتصادية مستقبلية من وراء استخدام هذه الطاقات أو هذه الموارد. تمام؟ طيب حقوق الملكية والالتزامات، حقوق الملكية والالتزامات دي بتمثل مصادر تمويل الطاقات والموارد اللي هي الأصول. فإذا كان مصدرها تمويلا ذاتيا عن طريق أصحاب المشروع، عن طريق أصحاب المشروع لحقوق الملكية بنسميها حقوق ملكية. لو كانت عن طريق الغير، عن طريق الغير بنسميها التزامات طويلة الأجل وقد تكون قصيرة الأجل. وبالتالي نقدر نقول إيه بقى؟ نقول إن الأصول، الأصول بتمثل أوجه الإنفاق أو أوجه الاستثمار، وحقوق الملكية والالتزامات بتمثل مصادر التمويل. يبقى أنا باخد حقوق الملكية والالتزامات باعتبارها مصادر التمويل، بعمل فيها إيه؟ بنشئ أو بشتري أو بقتني بيها أصول تستخدم في
تحقيق اغراض المنشأة واستفيد منها مستقبليا واحقق من وراها ايه؟ من وراها عائد. طيب يبقى دول الجزء ده مكونات قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية واي وحدة اقتصادية في الدنيا، سواء كان القطاع عام او قطاع خاص. اصول وحقوق ملكية وايه والتزامات، ولازم الجانبين دول يكونوا قد ايه؟ يكونوا بيساووا بعض، يكونوا بيساووا ايه؟ يساووا بعض. تمام. نمسك الاول حسابات الاصول. نمسك كده النهارده نتكلم او في المحاضره هناخد جزئيه جزئيه كده ونفهم كل مكون من المكونات يعني ايه اصول، وايه هي عناصر الاصول التي تضمنها او التي وردت بالدليل المحاسبي الموحد. الاصول وردت في الدليل المحاسبي الموحد وانقسمت الى اصول طويله الاجل واصول متداوله. يبقى اول حاجه وانت بتقرا كده او بتذاكر تمسك الاصول تقول ان الاصول دي ايه؟ حاجتين، اصول طويله الاجل واصول متداوله، وذلك على النحو التالي. تعالوا كده عشان هو ده اللي هنشتغل فيه. مبدئيا بالنسبه لارقام الدليل انا مش هسالك فيها في الامتحان، فما تقعدش تحفظ ارقام الدليل، لاني الوضع الحالي في الحكومه او في النظام المحاسبي الموحد بقى معظمه شغال اوتوميشن، يعني الارقام بقى وعناصر الدليل وارقام الدليل بقت اوريدي موجوده على الاجهزه وعلى التكنولوجيا وعلى يعني بقت موجوده بشكل مباشر، مش في حاجه ان انت حضرتك تقعد تحفظ والكلام ده كله. حتى لما كانت موجوده قبل كده كانت بتبقى مطبوعه جاهزه، كان في دليل اسمه الدليل المحاسبي النظام المحاسبي الموحد في اي وحده حكوميه. لو انا عايز رقم اي عنصر او اي يعني بند من بنود الدليل او حساب من الحسابات بفتحه واطلعه، فانا مش عايز اعذبكم ان انت تحفظ ارقام الدليل والكلام ده كله. تمام. يبقى احنا انت لما تيجي تذاكر كده تقول حسابات الاصول حاجتين، اصول طويله الاجل واصول ايه؟ متداوله. طبعا احنا اتفقنا ان الاصول بتاخد رقم واحد، يبقى اي حاجه فرعيه من الاصول هتبقى واحد جنبها واحد، اللي بعدها واحد جنبها اثنين، اللي بعدها واحد جنبها ثلاثه. طيب لما نيجي نمسك حسابات الأصول هنلاقي عندنا الأصول بتنقسم إلى أصول طويلة الأجل وأصول متداولة. أصول طويلة الأجل يعني إيه كلمة طويلة الأجل؟ يعني بتعيش فترة كبيرة في المنشأة، والمنشأة هتحقق من وراءها منافع اقتصادية مستقبلية ممتدة على سنوات عمر المشروع. طيب بتنقسم ليه الأصول دي يا جماعة؟ أصول ثابتة، مشروعات تحت التنفيذ، طبعا هنفهم يعني ايه كل حاجة من دول، استثمارات طويلة الأجل، قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل، أصول أخرى. يبقى وأنت جاي تذاكر كده أول حاجة تحفظها إن الأصول حاجتين، طويلة الأجل ومتداولة. طب طويلة الأجل تحفظ العناصر الأساسية، ثابتة، مشروعات تحت التنفيذ، استثمارات طويلة الأجل، قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل، أصول أخرى. وهنبدأ نقول ليه القروض ظهرت هنا وإيه معناها وجودها هنا والكلام ده كله. الأصول المتداولة عندنا عبارة عن مخزون وعملاء، مخزون عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة، استثمارات مالية متداولة نقدية بالبنوك والإيه والصندوق. طيب تعالوا كده نمسك الأصول الثابتة كأول بند من بنود الأصول طويلة الأجل، هنلاقي الآتي: الأصول الثابتة قدام حضرتك هتاخد رقم واحد إيه؟ واحد. أما نيجي ندرسها بعد شوية ناخد الأصول الثابتة، هي واخدة رقم واحد إيه؟ واحد. مين الرئيسي؟ أصول طويلة الأجل واحد. لما خدنا الفرع منها أول بند أصول ثابتة فبقى واحد أصول طويلة الأجل، واحد أول بند منها أصول إيه؟ ثابتة، عشان كده حطينا واحد واحد. طب لو الأصول الثابتة دي نيجي نطلع الحاجات الفرعية بتاعتها، البنود الفرعية بتاعتها، هنلاقي هتاخد واحد واحد واحد، والبند اللي بعده واحد واحد اتنين، إحنا بس دي للفهم وليس لسؤال في الامتحان. يعني إيه أصول ثابتة؟ المفروض إن كلنا عارفين يعني إيه أصول ثابتة، يعني عبارة عن ممتلكات أو كل ما تمتلكه المنشأة سواء كان منقول أو غير منقول، وتقتنيها بهدف أساسي هو استخدامها في ممارسة نشاطها، وليس يا جماعة بغرض إعادة بيعها في
في فترة زمنية قصيرة قبل سنة. ليه؟ لأن لو الأصل أنا اشتريته بهدف إعادة بيعه وتحول إلى مخزون أو بقى أصل متداول. لكن اللي يفرق بين الأصل الثابت بشكل كبير والأصل المتداول أن الأصل الثابت يتم الاحتفاظ به لتحقيق أغراض المنشأة وليس بقصد إعادة بيعه. ما ينفعش إن أنا أجيب أصل ثابت النهاردة وأقول إن أنا يعني تاني يوم هبيعه، يبقى كده بقى ما بقاش أصل إيه؟ ما بقاش أصل ثابت يا شباب، بقى كده أصل متداول أو تحول إلى مخزون طالما النية بقت إعادة بيعه مرة أخرى. زي إيه مثلا على سبيل المثال؟ يعني مثلا على سبيل المثال في القطاع الخاص، لا الشركة اللي هي مثلا بتاعة بيع بالتاجر في السيارات، معرض السيارات، معرض السيارات، السيارات في في الواقع العملي في أي منشأة قطاع عام أو غيره أو الكلام ده كله، بالنسبة لها لما بتستخدم في نقل منتجاتها وممارسة نشاطها بالنسبة لها أصول ثابتة. طب بالنسبة لمعرض العربيات أو معرض السيارات، هو في الحالة دي بجيب ومقتني هذا النوع من الأصول ليس بغرض الاحتفاظ به، ولكن بغرض إعادة بيعه في دورة أو في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى سنة في دورة التشغيل العادية بتاعته، ويبيعها ويكسب من وراها. فبالنسبة له السيارات في الحالة دي يا جماعة أصل متداول أو مخزون وليس أصل ثابت. لما نبص على معرض أو شركة الأساس، الأساس بالنسبة لها لا تقتنيه بقصد ان هي تستخدمه في عملياتها الانتاجية، ولكن بقصد يا جماعة ان هي تعيد بيعه وتكسب فيه. فبالنسبة لها في الحالة دي بيبقى يا جماعة بالنسبة لها اصل متداول او مخزون. لكن الاساس بالنسبة لاحدى شركات قطاع الاعمال العام، المكاتب الادارية اللي الناس بتقعد عليها، الحواف، الدواليب، كل قطع الاساس اللي بتستخدم في المكان بالنسبه لها هي بالنسبه لها اصل ثابت يستخدم في ممارسه نشاطها. عشان كده يا جماعه دي اصول ايه؟ اصول ثابته. يبقى الهدف الاساسي منها ليس اعاده بيعها مره اخرى خلال دوره التشغيل العاديه للمنشاه، ولكن بقصد استعمالها طوال فتره حياه المنشاه كاداه من ادوات الايه؟ من ادوات الانتاج. طيب أول نقطة إزاي نحدد تكلفة الأصل الثابت المتعلقة بعملية شراء أو اقتناء أو الحصول على الأصل أو حتى تصنيع الأصل ذاتيا. إحنا عايزين بس نقول في النقطة دي إن عملية تحديد تكلفة الاقتناء هتختلف بحسب طريقة الحصول على الأصل. الأصل يا جماعة ممكن نشتريه جاهز أو نقتنيه من الغير أو نصنعه داخليا أو نحصل عليه بالمبادلة أو بأي وسيلة من الوسائل. القاعدة العامة بتقول إيه؟ القاعدة العامة لأي أصل إن تكلفة الأصل الثابت عبارة عن تكلفة الشراء أو ثمن الشراء الأساسي اللي أنت اشتريت بيه الأصل لورقة الفاتورة، طبعا بعد استبعاد الخصومات منه تجارية ونقدية في حالة الحصول عليها. لو مشتري من الخارج يبقى تكلفة استيراد من الخارج. طب لو مصنع الأصل ذاتيا، يعني ايه مصنعه ذاتيا؟ بس نقف في الحته دي. يعني حضرتك دلوقتي عايز تعمل مكاتب لاحد الاداريين عندك، والمنشاه اللي موجوده حضرتك شغال فيها او الشركه بتاعه القطاع العام دي عندها خشب وعندها مكاتب قديمه وعندها ورشه للصيانه فيها نجارين وعندها ادوات النجاره، فتوافرت لديك الامكانيات لتصنيع هذا الاصل، لتصنيع هذا الايه؟ الاصل. فتقول لك والله انا بدل ما اشتريه انا هصنعه ذاتيا، تعالى يا فلان احنا عايزين نعمل مكتب. قال لك حاضر يا فندم، هنحتاج قد كده خشب وعايزين قد كده مسامير وغيره وتيكت وكيد وكيد. طيب ماشي ممتاز، وهنحتاج كذا وكذا وكذا. تقدر الحاجات دي متوفره؟ اه متوفره. طب صنعه لنا لو سمحت، وامله لنا وسلمه لنا في فتره زمنيه معينه، فيبدا يشتغل عليه. ده اسمه تصنيع الاصل ذاتيا او داخليا. ايا كان بقى تكلفه، بقى التكلفه بتاعته، تكلفه الاصل المصنع ذاتيا عباره عن ايه؟ عباره عن المواد الخام اللي دخلت في تصنيع هذا الاصل، وعباره عن تكلفة العمالة، الأجر اللي اندفع مقابل النجار اللي اشتغل اللي موجود عندك، وزائد نصيب الأصل من التكاليف الخدمات أو التكاليف الصناعية غير المباشرة من الإضاءة والكهرباء والكلام ده كله. دي تكلفة الأصل المصنع داخليا. تكلفة الشراء يبقى زي ما ورد بالفاتورة لو كان أصل شارينه محلي، لو أنت شارين من الخارج يبقى تكلفة استيراد، ولو مصنع ذاتيا يبقى زي ما قلت لك هتتحسب بالطريقة دي. التكلفة عبارة عن المواد والأجور والشين شرطة اللي موجودة عندنا. هل هو ده بس تكلفة الشراء؟ لا، خلي بالك، زائد
كل ما ينفق، خلي بالك من الكلام اللي انا هقوله ده، لان اللي انا هقوله بعد كده او مكتوب قدامك ده امثله عليه، زائد كل ما ينفق على هذا الاصل بعد عمليه الشراء حتى يصبح صالحا او جاهزا للاستخدام، ريدي فور يوز، جاهز للاستخدام. يبقى باختصار تكلفه شراء، تكلفه اي اصل ثابت في الدنيا بنحسبها ازاي؟ عباره عن ثمن او تكلفه شراء هذا الاصل محلي او تكلفه استيراده او تكلفه تصنيعه ذاتيا، زائد كل التكاليف والنفقات التي انفقت على هذا الاصل حتى يصبح جاهز للايه؟ للاستخدام. زي ايه؟ اهو زي ما انا كاتب كده، زي مصاريف الاقتناء ومصاريف التركيب المتمثله في اجور المهندسين والعمال واتعاب الخبراء وغيرها. زي حضرتك جبت اصل بس عايز قاعده خرسانيه نحطه عليها، يبقى قيمه القاعده اللي بيثبت عليها الاصل والانشاءات اللازمه لتركيبه تنضاف على تكلفه الشراء. زي حضرتك تكاليف التجارب المبدئيه بتبقى بالنسبه لنا هذه التكاليف تدخل ضمن تكلفه الاصل، لكن هنا كاتب زائد صافي تكاليف تجارب بدء التشغيل. ليه؟ ممكن حضرتك لما تيجي تجرب الاصل ينتج عنه عينات ينفع تبيعها، فاذا حضرتك بعتها طبعا اكيد هتبيعها بثمن يعني رخيص شويه، فلو افترضنا ان انت مثلا طلع عينات تكلفه التجارب دي كلفتك 1000، طلع منها عينات ب 500، بعتها ب 500، يبقى انت هنا اتحملت كام بس؟ 500. يبقى خلي بالكم من كلمه صافي تكاليف تجارب بدء التشغيل، اقصد بها ان تجارب بدء التشغيل قد ينتج عنها عينات او منتجات يمكن بيعها ولو حتى بثمن زهيد او بمبلغ صغير اقل من هذه التكاليف، بيتشال طبعا من التكاليف التجارب الكليه، وبنحط صافي تكاليف تجارب بدء التشغيل. زائد تكاليف الابحاث والدراسات والتدريب والخبرات والبعثات الداخليه والخارجيه، وتكاليف الحصول على المستندات الفنيه للنشاط الانتاجي كالتصميمات الهندسيه، زائد الفوائد اللي بنرسم لها حتى تاريخ بدء التشغيل. فوائد قروض، حضرتك خدت قرض بغرض انشاء هذا الاصل على مده زمنيه معينه، فطول ما حضرتك بتنشئ في هذا الاصل وبتعمل هذا الاصل ففوائد فوائد القرض دي بتحمل على تكلفه الاصل، لان احنا اقترضنا لغرض اساسي وهو انشاء هذا الاصل. طالما ان الغرض بتاعي ان انشئ هذا الاصل، فاذا الفايده اللي على القرض اللي انا خدته عشان هذا الاصل والمخصصه خصيصا لهذا الاصل تحمل على تكلفه هذا الاصل حتى تاريخ بدء التشغيل، فتصبح تكاليف تمويليه او تكاليف تشغيليه عليه. زائد فروق العملة الناتجة عن تعديل تكلفة المكون الأجنبي، وذلك لو احنا حضرتك خدنا قرض أجنبي لتمويل شراء أصل وحصل يعني تغير في سعر العملة بالإيجاب أو بالسلب، ففروق العملة دي برضو لازم يا جماعة بالذات لو علينا بنضيفها على تكلفة هذا الأصل. يبقى باختصار تكلفة الأصل الثابت عبارة عن تكلفة شرائه محليا أو استيراده من الخارج أو تصنيعه ذاتيا، زائد كافة التكاليف التي أنفقت على هذا الأصل حتى يصبح جاهزا للإيه؟ للاستخدام. طيب إحنا إدينا للأصول الثابتة قلنا رقم واحد واحد، واحد الأولاني إن هي أصل طويل الأجل، واحد الثاني إن هي أول بند من البنود بتاعة الأصول طويلة الأجل، وهو الواحد اللي هو الأصول الثابتة. طب الاصول الثابته دي هل كل الاصول عندنا يعني اسمها اصول ثابته كده؟ لا، ولا ليها تفاصيل؟ لا طبعا ليها تفاصيل. ايه هي بقى تبويب الاصول الثابته طبقا لمورد بالدليل المحاسبي على اساس الحسابات المساعده؟ الحسابات المساعده بتاعته كالاتي: اول حاجه واحد 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 الاراضي. ايه الواحد الاولاني؟ ان هي اصل طويل الاجل. طب الواحد اللي جنبها؟ ان هي اصل ثابت. ثلاثه، الواحد الثالثه ان هي اول بند من بنود او اول حساب مساعد من الحسابات المساعده للاصول الثابته. ولو حضرتك ما تتعبش نفسك او ما تلخبطش نفسك، هذه الاصول بالمنطق كده الاصول الثابته ما بنيجي نرتبها هنا بترتب بالاصول الاثبت فالاقل ثباتا. اثبت حاجه الارض ما بتتحركش ولا بتتغير. تاني حاجه اللي بعدها اثبت يعني في الثبات اقل ثباتا من الارض، المباني والانشاءات والمرافق والطرق، ما بتتحركش المباني والانشاءات والمرافق والطرق يعني وما عليهاش حركه كتير. طب الا اقل ثباتا بعد كده الالات والمعدات ثابته في مكانها برضه. طب الا اقل ثباتا منها شويه وسائل النقل والانتقالات فيها حركه. طيب الا اقل ثباتا بعد كده العدد والادوات. طيب ايه اللي بعد كده؟ الاساس والتجهيزات المكتبيه، وبعد كده الثروه الحيوانيه والمائيه.
يبقى دي مكونات او الحسابات المساعده للاصول الثابته عباره عن 7 بنود: اراضي، يليها مباني الاقل ثباتا بقى، مباني وانشاءات ومرافق وطرق، الات ومعدات، وسائل نقل وانتقالات، عدد وادوات، اساس وتجهيزات مكتبيه، ثروه حيوانيه ومائيه. يبقى كده ده البند الاولاني من بنود الاصول طويله الاجل اللي هو كان الاصول الثابته بال7 مكونات بتوعه اللي احنا اشرنا ليهم. البند الثاني وهو بند المشروعات تحت التنفيذ، يعني كلمه مشروعات تحت التنفيذ. يبقى تاني الاصول طويله الاجل، اول بند فيها الاصول الثابته، تاني بند بمكوناته ال7 اللي لسه اتكلمنا عنهم من شويه وعرفنا ازاي نحسب تكلفه الاصل الثابت. نبدا نخش في تاني بند من بنود الاصول طويله الاجل وهو المشروعات تحت التنفيذ. يعني ايه كلمه مشروعات تحت التنفيذ؟ هذا الحساب من ضمن حسابات الاصول طويله الاجل الهدف منه ان احنا ننشئ او نزود الطاقه الانتاجيه للمنشاه. يعني منشاه عندها مبنى عايزاه يبقى مبنيين، عندها 5 ادوار عايزين نكمل نخلي 10 نخليهم 10 ادوار، فنبدا شغلانه المشروعات تحت التنفيذ دي. يبقى في نيتنا ان احنا خلال السنتين اللي جايين نبني 5 ادوار، هياخدوا معانا وقت قد ايه؟ سنتين. بقى ده اسمه مشروع تحت الايه؟ تحت. يعني ايه تحت التنفيذ بقى؟ يعني دي مشاريع لم تستكمل ولم تتهيأ بعد ولم تتحول الى اصول ثابته. بعد احنا قلنا دلوقتي لو احنا عايزين ننشئ 5 ادوار او نضيف مبنى جديد للاداره، المبنى ده هيحتاج 2 سنين، يبقى اسمه مشروع تحت التنفيذ. بعد ال2 سنين لما يكمل ونستخدمه ونضيفه للاصول بقى اتحول الى اصل ثابت واتحط ضمن الايه؟ ضمن الاصول بتاعه المنشاه. تحول الى اصل ايه؟ الى اصل ثابت. تمام؟ يبقى دي اسمها مشروعات تحت التنفيذ، يعني اصول بننشئها وبنجهزها اصول ثابته عشان لكي تصبح اصول ثابته بعد فتره زمنيه معينه. بس لسه ما استخدمناهاش. دي اسمها مشروعات تحت الايه؟ تحت التنفيذ. لما تكمل وتستخدمها تبدا المنشاه هتستخدمها بعد فتره زمنيه معينه بقى اسمها اصول ثابته. لكن قبل كده اسمها مشروعات تحت الايه؟ التنفيذ. بتمر بمرحلتين. المرحله او بتنقسم لحسابين مساعدين. تكوين استثماري وانفاق استثماري. ايه الفرق بين كلمه انفاق استثماري وتكوين استثماري؟ ايه الفرق بين الانفاق الاستثماري والتكوين الاستثماري؟ كلمة انفاق استثماري يعني حضرتك الانفاق الاستثماري في المشروعات تحت التنفيذ معناها حضرتك ان انت هتبدأ تنفق مبالغ مقدما عشان تنشئ مشروع تحت التنفيذ. عشان تنشئ مشروع تحت الايه؟ التنفيذ. ده اسمه انفاق استثماري. كل ما يستثمر في مشروعات تحت التنفيذ ولم يرد مقابلها اصول او مكونات اصول او خدمات زي الدفعات المقدمه والاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته. يبقى ده كلمه انفاق استثماري. اي حاجه هننفقها في المشروع تحت التنفيذ عشان نحصل على اصول. بس الاصول دي لم ترد بعد او ما كملتش او ما خلصتش. طيب التكوين الاستثماري بقى عباره عن ايه؟ كل ما ينفق في المشروع، كل ما ينفق في المشروعات تحت التنفيذ مقابل سلع او اصول او خدمات وردت للوحده الاقتصاديه او وردت للمنشاه أو مقابل ما استثمر في إنشاء هذه المشروعات، وده بيكون دائن بتكلفة المشروعات عندما تكتمل وتصبح يعني مهيئة للاستخدام مقابل حسابات الأصول الثابتة المناظرة المدينة. يعني باختصار شديد الاثنين مشروعات تحت التنفيذ. الفرق بينهم إن الإنفاق الاستثماري كل ما ينفق على الاصل او ما يصرف على الاصل حتى يصبح جاهز للاستخدام زي الدفعات المقدمه، ولا يرد عن اي اصل او سلع، اما تكوين السلع ولا يرد عنها اي ايه او يرد مقابلها اي اصول او مكونات لهذه الاصول. اما التكوين السلعي او التكوين اسف التكوين الاستثماري كنا زمان بنسميه التكوين السلعي،
كل ما ينفق مقابل سلع وردت او مقابل اصول او خدمات وردت بالمشروع وخاصه ومرتبطه بالمشروعات اللي تحت التنفيذ. زي ايه؟ زي ما انا رحت يعني استلمت الالات بتاعه التصنيع، خلاص بقى دي اسمه تكوين استثماري. يبقى دفعت دفعه عشان اجيب اصول عشان اجهز المشروع اللي تحت التنفيذ، المصنع اللي انا شغال فيه. لما تجيلي الاصول بتاعه المصنع دي بقت اسمها تكوين ايه؟ تكوين استثماري. وكده كده لسه المشروع ما كملش، لما يخلص في الاخر يتحول لاصول ثابته. يبقى المراحل هي ماشيه اهي بالترتيب. تمام؟ يبقى باختصار شديد الانفاق الاستثماري ان انا ادفع مبالغ مقابل الحصول على اصول هتستخدم او هتبقى موجوده في المشروع اللي انا اللي تحت التنفيذ بس لسه ما جاتش. لما تيجي يبقى الاصول دي اسمها تكوين استثماري. والاثنين مشروعات تحت التنفيذ، لان المشروع لم يكتمل بعد، وعندما يكتمل على بعضه يبقى انا لما اجيب الالات بقت اسمها تكوين استثماري، اما اجيب السيارات بتاعه المصنع بقى اسمها تكوين استثماري. هوب بقى لما المبنى يكتمل اسمه تكوين استثماري، هوب لما كل ده يكتمل مره واحده والمشروع يكمل بكل اصوله يتحول من مشروع تحت التنفيذ الى اصل ايه؟ الى اصل ثابت. تمام. البند الثالث هو من بنود الاصول طويله الاجل، استثمارات طويله الاجل، وده بنحط فيه هذا يعني هذا الحساب. حط فيه الاستثمارات العقاريه بنسميها استثمارات طويله الاجل، بتعيش عندنا فتره كبيره في المنشاه. وبنحط فيه الاستثمارات في اسهم شركات تابعه، وكمان الاستثمارات في اسهم شركات شقيقه، وكمان استثمارات في اسهم شركات اخرى، واستثمارات في سندات، واستثمارات في وثائق استثمار، بعد كده الحساب اللي بعده هو القروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل. يبقى الحساب اللي فات اللي هو كان ثالث نوع من الحسابات، حسابات الأصول طويلة الأجل، هو عبارة عن الاستثمارات طويلة الأجل. قلنا بنحط فيه الاستثمار العقاري. ويعني إيه كلمة استثمار عقاري؟ هنقف بس لحظة. استثمار عقاري بندرك في هذا الحساب تكلفة الأراضي اللي بنخصصها لمشروعات التعمير والإسكان، وبنحتفظ الدولة بتحتفظ بملكيتها مع بيع الوحدات السكنية أو الإدارية المقامة إيه؟ عليها، بس هي بتبقى ملك الدولة في الآخر. استثمارات في أسهم شركات تابعة، دي بيدرك في هذا الحساب الاستثمارات في أسهم في الشركات التابعة، ولازم طبعا نراعي ما يقضي به المعيار المحاسبي الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمحاسبة على الاستثمارات في الشركات التابعة الخاصة بهذا الشأن. واستثمارات في شركات شقيقة، واستثمارات في شركات أخرى، واستثمارات في سندات اللي بتصدرها الشركات الأخرى، والسندات الحكومية اللي بيتم اقتنائها بغرض الاحتفاظ بها. وطبعا السندات يا جماعة بيتم إثباتها بالقيمة الإسمية، وبنفتح لها حساب مستقل خاص بها يكون مدين بالقيمة الإسمية ودائن بما يسترد منها. استثمارات في وثائق استثمار، بيدرك في هذا الحساب الاستثمارات في وثائق الاستثمار اللي بتستثمر فيها ايه المنشأة. البند اللي بعد كده رقم 4 من الأصول طويلة الأجل، وهو القروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل. هذا الحساب بيتضمن حسابين مساعدين، بيتكون من حسابين اتنين، يبقى كده هيبقى 1-4-1 و1-4-2. ايه هما الحسابين دول؟ 1-4-1 قروض لشركات قابضة أو تابعة أو شقيقة. واحد يسأل سؤال يقول وحضرتك القروض أصل، حضرتك أنت اللي كشركة قابضة أو كآسف كشركة قطاع أعمال عام هتدي قرض من عندك
لإحدى الشركات القابضة أو شركة تابعة ليك أو شركة شقيقة ليك، يعني حضرتك اللي ليك فلوس أو ليك يعني عندهم أموال مستحقة ليك، يعني دي حاجة خاصة بيك. وكمان طولت الأجل فتحطت ضمن الأصول طويلة الإيه؟ الأجل. يبقى القروض هنا مدينة بالنسبة لشركات القطاع العام، لأن دي عبارة عن أموال لها وممتلكات لها وليست عليها. يبقى يظهر في هذا الحساب قيمة القروض طويلة الأجل الممنوحة للشركة القابضة أو للشركة التابعة أو للشركة الشقيقة، وطويلة الأجل يبقى مش هينفع نستردها إلا على مدة أكثر من سنة مالية. بتبقى مدينة طبعا في أول فترة المالية، ولما بنسترد أي قسط من أقساط سداد هذه القروض بتبقى دائنة بقيمة هذا القسط أو بتقل بقيمة هذا القسط. ولازم نراعي هنا إن برضو لما نيجي نشتغل إن إحنا نفصل بين القروض الممنوحة لشركات القابضة والقروض على من ناحية والتابعة من جهة والشقيقة من جهة أخرى، ما ينفعش نحطهم كلهم في رقم واحد، لازم نقول تفاصيلهم طبعا في الإيضاحات المتممة أو في قلب القائمة المالية. الحساب المساعد الثاني 142 قروض لجهات أخرى، ده يا جماعة بيظهر به القروض طويلة الأجل التي منحتها الشركة بتاعتنا أو الوحدة بتاعتنا الاقتصادية للغير، بخلاف اللي فات وبخلاف القبضة والتابعة والشقيقة، وأيضا تسترد على أكثر من سنة إيه؟ مالية. وطبعا دي برضو مدينة بتقل أو بتبقى دائنة بمقدار ما تم تحصيله من إيه؟ من أقساط مستردة. البند الخامس من بنود الأصول طويلة الأجل وهو أصول أخرى. الحساب ده بيتضلوا 1-5 اللي هو 15، وده بيشمل الحسابات المساعدة والفرعية التالية. 1-5-1 أول حاجة فرعية من الأصول أخرى، الأصول غير الملموسة. يعني أصول غير ملموسة يعني أصول لا ترى بالعين المجردة ولا يمكن لمسها ولا كده يعني التعامل عليها، زي الشهرة وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والتأليف وتكاليف التطوير. وليه أصول طويلة الأجل دي بقى؟ لأن حضرتك لما بتشتري براءة اختراع أو حق امتياز بيبقى مدته طويلة، تبقى 10 سنين و20 سنة و30 سنة، وممكن تبقى مدى الحياة لو براءة اختراع مثلا أو تكاليف تطوير أو علامة تجارية. وطبعا ده حساب مدين بيقل أو بيبقى دائن بقيمة ما استهلك من هذه الأصول. ليه يا جماعة؟ الأصول الثابتة ما بنحسب لها إهلاك، بنسميه إهلاك، يعني ما نخفض في قيمتها أو نوزع قيمتها على مدار العمر الإنتاجي بنقول عليها تهلك. لكن بالنسبة للأصول غير الملموسة بنحسب لها استهلاك، بنسميه استهلاك وليس إهلاك. البند الثاني منها النفقات المرسملة، ودي عبارة عن نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجاري ومساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها ولكن هتخدم أغراضها. والنفقات المرسملة دي يا جماعة دي نفقات بتستفيد منها أكثر من فترة مالية للمنشأة، ويكون مدينة وكمبلغ توتال يعني إجمالي مدين. طيب لما نيجي بقى نقسمها على الفترة بتاعتها، كل سنة بنستهلك جزء منها، الجزء اللي بنستهلكه أو بنشيله منها يبقى أو نفقات الفترة المالية بتقلل قيمة هذه النفقات. فلو أنا أنفقت مثلا 150 ألف وقررت إن أنا يعني أستهلكهم على 3 سنين يبقى كل سنة 50. النفقات المرسملة كتوتال في الميزانية في الجانب الأصول ب 150، استهلاكها في أول سنة 50، يبقى هي هتبقى ب 150 والاستهلاك في الجانب الداين ب 50، يبقى الصافي بتاعها 100. السنة الثانية تبقى 50، السنة الثالثة تبقى بصفر. إذا هي بتقل أو بتصبح دائنة بقيمة ما تم إنفاقه أو ما يخص الفترة المحاسبية، الفترة المالية منها. واحد خمسة ثلاثة النفقات المؤجلة أو بيسموها النفقات الإيرادية المؤجلة. النفقات المؤجلة دي يا جماعة زي نفقات التأسيس ونفقات ما قبل بدء الإنتاج أو التشغيل، وزي الحملة الإعلانية اللي احنا بنستفيد برضو منها على فترة زمنية من 3 إلى 5 سنوات وبنستهلكها خلال هذه الفترة.
تبقى مدينة، واللي يخص الفترة منها أو اللي يستهلك ويخص الفترة منها بيبقى دائن وبيقلل قيمتها. بالنظام المحاسبي الموحد قال إن إحنا بنستهلكها على مدار 3 سنوات. طيب برضو نشير كده باختصار يعني كلمة نفقات المؤجلة، نفقات التأسيس كمثال عليها، معناها دي نفقات اللي احنا أسسنا بيها المنشأة أو الوحدة بتاعتنا، يعني التكاليف اللي أنفقناها لكي نوجد الشخصية المعنوية المستقلة للمنشأة، زي تكاليف تحرير عقد المنشأة وتسجيله في الشهر العقاري والنشر والاكتتاب والكلام ده كله. نفقات ما قبل أو بدء الإنتاج والتشغيل، أقصد به هنا النفقات الإدارية والعمومية التي تتم في الفترة الواقعة بين تواجد الشخصية المعنوية للمنشأة وبدء الإنتاج أو الإيه أو التشغيل. الحملة الإعلانية دي عبارة عن نفقات الإعلان اللي بتستفيد منه أكثر من فترة مالية، زي الحملة الإعلانية لتقديم إنتاج جديد، وطبعا ما بتتضمنش قيمة الإعلان الدوري أو التسجيلي لأن ده بنستفيد منه على فترة زمنية قصيرة أو في خلال السنة. يعني حملة إعلانية بتقعد عندنا أكتر من سنة ونستفيد منها ان احنا نروج لمنتجنا او الشركه على مدار اكتر من سنه، فبنسميها حمله اعلانيه تبقى قيمتها كبيره يا شباب. كده احنا خلصنا الاصول طويله الاجل بالحسابات بتاعتها، الخمس حسابات اللي موجودين. مش على الاصول المتداوله، الاصول المتداوله اول بند فيها وبند مهم جدا، اصل متداول مهم جدا قيمته ذات اهميه نسبيه برضو في المنشاه، وهو المخزون. المخزون ده يا جماعة بيدرك به مخزون الخامات ومواد وقود وقطع الغيار. الحساب الثاني مخزون إنتاج غير تام، مخزون الإنتاج التام، مخزون بضائع مشترى بغرض البيع، مخزون لدى الغير، واعتمادات مستندية لشراء وخدمات. قلنا يعني كلمة مخزون يعني بضاعة بنحتفظ بيها لغرض استخدامها في الإنتاج أو لبيعها مرة أخرى ويعني الاستفادة منها. المخزون ده جواه إيه؟ لما في المخزون ده عبارة عن مخزون مواد وقود وقطع غيار بتستخدمهم المنشأة في أعمالها. موجود عندنا مخزون إنتاج غير تام لسه باقي له مرحلة، مخزون إنتاج تام جاهز للبيع، مخزون مخلفات عمليات إنتاجية، اعتمادات مستندية مفتوحة لشراء سلع وخدمات. تمام، كل دي مكونات المخزون اللي عندنا. أول بند في المخزون هو مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار. يبقى على طول لما نيجي نقسم الواحد ستة واحد دي يبقى عبارة عن مخزون خامات، عبارة عن مخزون خامات، وبعدين كمان مخزون مواد أهو، يبقى مواد وقطع غيار ووقود اهو وقطع الغيار. لو اهو يبقى دي تفاصيل خامات وقود وزيوت قطع غيار ومهمات مخزن او مخزون المواد والتعبئه والايه والتغليف. لو اتكلمنا عن مخزون الخامات اعتباره حاجه مهمه، ده طبعا مخزن او مخزون الخامات عندنا ده من ضمن بنود المخزون، والمخزون اصل والاصل بطبيعته مدين، عشان كده هذا الحساب ماله مدين. طب مدين بايه؟ برصيد اول المده، لان ده مخزون موجود عندي في المخازن. طب يزيد بايه وبرضه يفضل مدين؟ لو اشترينا عليه خامات يزيد. لو جالنا خامات مرتده من احد مراكز الانتاج بعتناها عشان تستخدم في الانتاج وما استخدمتش ورجعت لنا، تزوده ولا تنقصه؟ تزوده، ما يفضل برضه مدين. طب يبقى داين بايه؟ يعني ايه داين؟ يعني هيقل بايه؟ لو انا صرفت جزء منه لمراكز الايه؟ الانتاج، او بعناه، او ردينا جزء منه غير مثلا مطابق للمواصفات للموردين اللي انا اشتريت منه، يبقى كل اللي هيقلل هذا الحساب هيخليه داين، وكل اللي هيزوده هيخليه مدين. واخر السنه بنعمل جرد يا جماعه ونتاكد من تطابق رصيد هذا الحساب في نهايه السنه الماليه، وكذلك في نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي، ولو طلع فيه فروقات يا جماعة إن وجدت بالعجز أو بالزيادة طبعا بنقدر نعالجها ونعرف أسبابها ونتعامل معها محاسبيا إزاي. مخزن أو مخزون الوقود والزيوت من اسمه يبقى هيبقى في حركة الوقود والزيوت،
مدين برضو زي ما قلنا نفس الفكره بتاعت مخزن الخامات. جواها يا جماعه، واظن انتوا خدتوا الكلام ده مع الدكتور سيد، ازاي نحسب قيمه الخامات في نهايه الفتره او الخامات المستخدمه في النشاط، وازاي نطلع بقى يعني قيمه رصيد او اخر المده، وازاي نعمل جرد. الجزء ده درستوه مع استاذنا الدكتور سيد في الجزء الاولاني في اول موضوع او ثاني محاضره على ما اعتقد. يعني مخزن الوقود والزيوت يبقى برضه مدين بايه؟ جواه ايه؟ هو اصل متداول، يبقى مدين بايه؟ بقيمه الوقود والزيوت بتاعت اول الايه؟ اول الفتره. ولو اشترينا عليه خلال السنه هنزوده عليه. طيب خدنا جزء من الوقود والزيوت ده استخدمناه في الانتاج او بعناه، يقل، يبقى دائن بهذه الايه؟ المبالغ. ونفس القصه اخر السنه يجب ان يتطابق رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية وكذلك في نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي، ويتم تسوية الفروق إن وجدت بالعجز أو الزيادة، سواء كانت لأسباب طبيعية أو لأسباب غير طبيعية مسموح بها أو غير إيه؟ أو غير مسموح بها. نفس القصة مخزون، ما احنا قلنا بقى مخزون المواد، مخزون الوقود والزيوت، قطع الغيار والمهمات، نفس الفكرة بالظبط، بس ده جواه إيه؟ ده بنشتغل جواه على حركة قطع الغيار ومواد الصيانة والمواد والمهمات المتنوعة، برضو جواه رصيد أول مدة منها، بتزود عليه اللي اشتريناه أو اللي اتردلنا من المراكز الإنتاجية وما استخدمش، بيبقى داين بإيه أو بيقل بإيه؟ باللي بنسحبه منه أو بناخده منه وندخله في الإنتاج أو بنبيعه أو بنرجعه للمورد. وفي نفس القصة بتاعت آخر السنة نتأكد من تطابق رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية مع نهاية الفترة المالية الدورية مع قيمة الجرد الفعلي، ونسوي الفرق ونعرف أسباب العجز أو الزيادة، سواء كانت لأسباب مسموح بها أو أسباب غير إيه؟ غير مسموح. طيب دي أمثلة طبعا تناولناها على المخزون، نفس الفكرة بقى مخزون بقى القطع الغيار والمهمات اللي اتكلمنا عنها. نبدأ في تاني بند من بنود الأصول المتداولة، وهو عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة. عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة. طيب هنتكلم في من المكون من اسمه كده، عملاء أوراق قبض حسابات إيه؟ حسابات مدينة. يبقى ده بيتكون من عملاء، هيبقى 171 يدرج بقى الحساب، 171 عملاء، ها اوراق ايه؟ انا سامع الناس بتقول 172 يبقى اوراق قبض، ها 3 حسابات ايه؟ مدينه لدى شركات قبضه او تابعه او ايه؟ او شقيقه. تمام. واحد سبعة أربعة حسابات مدينة لدى المصالح والإيه والهيئات، زي مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الضرائب العامة. مصلحة الجمارك لو عاملين فيه أمانات هناك، مصلحة الضرائب على المبيعات لو ضريبة المدخلات لسه تحت التسوية، مصلحة الضرائب العامة لو عندنا مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير. 175 إيرادات مستحقة التحصيل ومصروفات مدفوعة مقدما. أي إيراد لينا ولسه ما حصلناهوش يدرج ضمن عملاء وأوراق وحسابات مدينة، ضمن الحسابات المدينة الموجودة عندنا. ومصروف دفعناه مقدما ده فلوس ليا، يدرج ضمن عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة. 177 حسابات مدينة أخرى. حسابات المدينة الأخرى دي زي إيه يا جماعة؟ زي التأمينات لدى الغير، تأمين الإيجار، حضرتك لو المنشأة أجرت مخزن فبتدفع في الأول تأمين شهرين ثلاثة اسمه تأمين إيجار، دي فلوس لينا. المفروض لما تنتهي الفترة بسترد الفلوس دي. يبقى دي فلوس ليا، يبقى اصل من الاصول المتداوله ممكن اسويه خلال السنه الماليه، عشان كده اتحط ضمن الاصول المتداوله وسميناها حسابات مدينه اخرى. تامين تليفون، تامين عداد الكهرباء، كل ده يا جماعه بندفع له تامين واحنا جايين نتعاقد، من حقنا لما تنتهي الخدمه او ننهي الخدمه نحصل على هذا التامين مره اخرى. تامين اللوحات المعدنيه الخاصه بالسيارات، تامينات التامين الابتدائي عن اي عطاء، تامين نهائي عن عقود توريد للغير، لازم كل الحاجات دي بستردها. زي مدين وبيع اصول ثابته، مدين وبيع استثمارات، مدين وبيع خامات ومواد وقطع غيار، مدين وإهلاك سندات، مدين إيرادات تأمينية، أوراق قبض برسم التحصيل أو الإيه أو التأمين. يبقى كلمة تأمينات لدى الغير دي جواها شوية حاجات زي ما احنا شفنا كده.
تأمين إيجار وتليفون وي 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 ده الكلام ده كله، وفي شوية حاجات تانية تندرج معانا، دي بنسميها حسابات مدينة إيه؟ مدينة أخرى. عبارة عن أرصدة الحسابات المدينة الأخرى التي لم تدرج تحت أي بند من الحسابات المدينة اللي إحنا أشرنا ليها في الأصول المتداولة السابقة. ولازم نفصلها. تمام؟ طبعا كلمة مدين وإيرادات تأمينية بس عشان يبقى الألفاظ بالنسبة لكم مفهومة، معناها يا جماعة بيقتصر هذا الحساب على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعائد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبيكون مدين بالمستحق من الاشتراكات بتاعتنا التأمينية وعائد الاستثمارات وموارد الرعاية الاجتماعية ودائن بإجمالي المتحصلات منها. من ضمن الأصول المتداولة استثمارات وأوراق مالية متداولة. هذا الحساب يا شباب يتضمن هذا الحساب الاستثمارات والأوراق المالية اللي بيتم شرائها بقصد إعادة بيعها. لو الاستثمارات حضرتك هتحتفظ بيها زي ما قلنا أكتر من سنة مالية ما بقتش هنا أصول متداولة، بقت أصول يا شباب أصول ثابتة وطويلة الأجل. لكن لما قلنا نعمل استثمار خلال السنة بقصد المتاجرة فيه أو إعادة بيعه والاستفادة منه بقى اسمه إيه؟ بقى أصل متداول زي اللي قدامنا ده. يبقى ده يتضمن الأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات اللي حضرتك بتشتريها بقصد إنك ممكن تبيعها في أي وقت وتحقق عائد من وراها، وليس بقصد الاحتفاظ بها. بيبقى مدين إيه بتكلفتها، ولو اشترينا عليها زيادة برضه بنزود المدينية بتاعتها، ودائن بما يباع منها خلال الفترة المالية. يقول لك هنا لازم تخلي بالك ان انت ما تحطش ضمن تكلفة شراء هذه الاستثمارات العائد المستحق عن فترة سابقة على تاريخ الاقتناء، ما ينفعش لانه ما يخصهاش. هنا مبدأ اسمه فصل الايرادات والمصروفات، ومبدأ الفترات المالية، ومبدأ الاستحقاق اساس، يعني الاساس الاستحقاق بيقول ان احنا لازم كل فترة مالية تحمل بما يخصها من ايه؟ من ايرادات ومصروفات. العائد ده يا جماعه بيعالج ضمن حسابات ايرادات مستحقه الايه؟ التحصيل. البند التاسع بنود الاصول المتداوله ما ننساهوش، النقديه بالبنوك والصندوق. يدرج ضمن هذا الحساب ودائع طبعا بالاسم، نمسك الجزء الاول نقديه بالبنوك، يعني فلوس لينا جوه البنوك، عباره عن ودائع بالبنوك لاجل او باختار سابق، غطاء خطابات الضمان. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من قائمة المركز المالي وهو جانب الاصول. خش بقى في الجزء الثاني وهو حسابات حقوق الملكية والالتزامات. الجانب ده يا جماعة بنضع جواه حقوق الملكية والالتزامات الخصوم الحسابات العامة وفقا لما ورد بالدليل المحاسبي. ايه الحاجات اللي وردت بالدليل المحاسبي بالنسبة لحقوق الملكية؟ حقوق الملكية بتاخد رقم 2 هي والالتزامات. وبنصنف حقوق الملكية 2-1 رأس المال المدفوع، 2-2 الاحتياطيات، 2-3 الأرباح أو الخسائر المرحلة، 2-4 أسهم الخزينة، 2-5 الالتزامات طويلة الأجل. نبدأ نخش بقى في الالتزامات. 2-6 مخصصات، 2-7 بنوك دائنة، 2-8 موردون وأوراق دفع وحسابات دفع. يبقى حقوق الملكية والالتزامات بتاخد رقم 2، تبدأ ب 2-1 وتنتهي ب 2-8. 2-1 لحد 2-5 دي كلها بنود من بنود ضمن بنود حقوق الملكية، ومن 2-6 لحد 2-8 دي بنود التزامات متداولة. حقوق الملكية طبعا زي ما احنا عارفين دي عبارة عن حقوق أصحاب المنشأة وحقوق المساهمين، ودي يا جماعة المصدر الرئيسي أو المصدر الذاتي الرئيسي للأموال المستثمرة في الوحدة الاقتصادية، ودي عبارة عن رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح الإيه؟ المرحلة. الحساب ده بينقسم إلى الحسابات العامة والمساعدة التالية. أول حاجة رأس المال المدفوع، يعني إيه كلمة رأس المال المدفوع؟ يعني في حاجة اسمها رأس مال مصدر ورأس مال مدفوع. رأس المال مصدر لو افترضنا إن هو مليون جنيه. طب الناس المساهمين دفعوا منه قد إيه؟ دفعوا 500,000، يبقى اسمه رأس المال المدفوع. يبقى رأس المال المدفوع هو عبارة عن المبلغ المدفوع بالفعل أو فعلاً من رأس المال المصدر. وبيتحدد في ضوء اهو زي ما قلنا راس المال المصدر ده عباره عن القيمه الاسميه لاسهم راس المال المصدر. القيمه 100 جنيه للسهم، احنا مش عايزين بس غير عشان ننشئ الشركه 50 دلوقتي، يبقى اللي اندفع 50، يبقى المصدر ب
والقيمة الاسمية 100، المسدد او رأس المال المدفوع 50، يبقى اسمه رأس المال المدفوع اللي هو عبارة عن الجزء المدفوع من رأس المال المصدر. اقساط لم تطلب بعد او اقساط لم يطلب سدادها، حضرتك ال100 اللي انا اتكلمت عنهم دول دفعت 50، لسه في قسط 30 بس لسه ما تسددش، يبقى ده جزء من رأس المال اللي عندنا المدفوع. يبقى الاقساط التي لم يطلب سدادها من قيمة الاسهم المصدرة بنسميها اقساط لم تطلب بعد، وهي جزء من رأس المال المدفوع. اقساط متأخر سدادها دي عبارة عن اقساط اصحابها ما سددوش، انطلبت يا جماعة انتوا عليكم 30 جنيه من قيمة السهم، الناس في ناس سددت وناس ما سددتش خلال المدة، المتأخرون دول نسميها اقساط متأخر سدادها، ده مكون اساسي من رأس المال المدفوع. رأس المال المدفوع مكوناته ايه؟ ان عبارة عن جزء من رأس المال المصدر، وفي جزء لسه ما طلبناهوش، وفي جزء متأخر لم يسدد بعد. تاني بند من بنود حقوق الملكية الاحتياطيات. الاحتياطيات يا جماعة دي مبالغ بتحتجز من الأرباح اللي تحققها المنشأة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة كدعم المركز المالي أو لموازنة الأرباح اللي بتوزعها الوحدة، تمام؟ والمبالغ دي يا جماعة أو لمواجهة أي أزمات أو خسائر ممكن تقابل المنشأة في المستقبل، أو ممكن نتوسع نستفيد إن احنا نتوسع في المنشأة ونكبرها وكده يعني، لكن هذه الاحتياطيات غير مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار. ليه؟ لأن احنا قلنا في التعريف هو عبارة عن مبلغ بنشيله من الأرباح. هل احنا عارفين احنا كل سنة هنحقق قد إيه أرباح؟ صعب، وبالتالي لما تيجي تقول أنا هشيل 10% من الأرباح بتاع السنة الجاية، وأنت تعرف السنة الجاية أنت هتحقق أصلاً أرباح ولا لأ؟ ما تعرفش. وإذا حققت هل تعرف قيمة الأرباح هتكون كام؟ ما تعرفش. وهل قيمة الاحتياطي هتكون كام بالظبط كمبلغ؟ ما تعرفش. يبقى غير محددة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار، غير مؤكدة الحدوث لأن أنا مش ضامن أحقق أرباح كل سنة، وغير محددة المقدار لأن حضرتك برضو أنا ما أعرفش قيمتها هتكون كام. وبالتالي المعيار في تكوين الاحتياطيات هو تحقيق المنشأة للربح، فإذا لم تحقق المنشأة أي ربح يا جماعة يبقى مش هقدر أكون احتياطي. يبقى دي مرتبطة بحدوث أرباح ولا لأ؟ مرتبطة بوجود أرباح تحققها المنشأة، وإلا فلا يمكن إيه؟ فلا يمكن تكوينها أهو. وعلى ذلك يرتبط تكوين الاحتياطيات بتحقيق الأرباح، فإذا لم تحقق الوحدة أرباحا فإنها لن تستطيع تكوين الاحتياطيات، ولما كانت الاحتياطيات لا تكون إلا إذا تحقق الربح فإنها تظهر في حساب التوزيع اللي هيوضح إزاي نتصرف في الربح، ويتكون الحساب العام للاحتياطيات من الحسابات المساعدة التالية. احتياطي قانوني ده بيحب احتياطي بنص القانون، القانون اللي قايله قانون الشركات بيقول قد ايه ان احنا لازم لما نكون احتياطيات من الارباح اول حاجه تكون احتياطي قانوني وما تجيش ناحيته، ده احتياطي ملزم بنص القانون. في احتياطي نظامي ده بيبقى بناء على القانون النظامي للشركه هي اللي بتحدده قد ايه، واحتياطي راس مالي واحتياطيات اخرى لو هي موجوده عندك اذكرها تفصيلا، زي احتياطي تجديدات وتوسعات، احتياطي صيانه. على كل منشاه بتحدد الاحتياطيات الاخرى على حسب سياستها واهدافها وعلى حسب ما الاداره تقرر ما هو في مصلحه الايه المنشاه، واللي باقي طبعا بتوزعه. بعد كده البند رقم 3 من بنود حقوق الملكيه وهو الارباح او الخسائر. دي عباره عن الارباح او الخسائر المرحله للاعوام التاليه. اسهم الخزينه، ودي عباره عن ان الشركه تشتري جزء من اسهمها بالمبالغ النقديه من عندها فيها اسهم خزينه. ابتدينا نخش في البند الخامس من بنود حقوق الملكيه واخر بند من حقوق الملكيه وهو التزامات طويله الاجل. وده يا جماعه بيظهر في حركه القروض اللي بقى مش احنا اديناها للغير يا جماعه، اللي كانت في الاصول القروض اللي كانت لشركات شقيقه وتابعه دي بتاعتنا ولينا فلوس عندهم، لكن المره دي احنا اللي حصلنا على قروض من جهه ما، يبقى دي التزام علينا ولا مش التزام؟ الالتزامات هي كل ما على المنشاه من ديون تجاه الغير. يبقى بيظهر في هذا الحساب حركه القروض التي تحصل عليها الوحده الاقتصاديه من الغير، وطبعا لازم تكون طويله الاجل مدتها يعني تزيد اكتر من سنه ماليا، اكتر من سنه ماليه. القروض دي يا جماعه ممكن يكون احنا واخدينها من شركات شقيقه او تابعه او قابضه، ممكن قروض طويلة الأجل من الإيه؟ من البنوك، قروض طويلة الأجل من جهات أخرى، سندات حصلنا عليها من آخرين، كل دي ديون علينا وطويلة الأجل مدتها أكتر من سنة، بيبان جواها الحركة بتاعتها، هي بتبقى بطبيعتها دينة بتقل أو تبقى مدينة بما تم سداده من أقساط لهذه القروض والسندات. من ستة المخصصات، طبعا المخصص
غير الاحتياطي. المخصص ده يا جماعه عبء على الايراد، عبء على الايراد، بيتم تكوينه مبالغ بيتم تكوينها من الايرادات وليس من الارباح. يعني حضرتك حققت ربح ما حققتش ربح هتكونها، وبالتالي لو ما حققتش ارباح وكونت المخصصات دي فهتبقى عبء عليك وهتزيد على المصروفات، فهتزود الخسائر بتاعتك وهتقلل الارباح بتاعتك لو في ارباح. يبقى هذه المخصصات بيتم تكوينها سواء المنشأة حققت ارباح او لم ايه تحقق، لكن الاحتياطيات ما ينفعش تكونها الا اذا حققت المنشأة ايه ارباح، لانها مبالغ تحسب من الارباح، نسبة من الارباح تحجز من الارباح، لكن المخصصات عبء على الايرادات ملهاش علاقة بالارباح. هتحطها هتحطها وهتحسبها هتحسبها وهتحطها ضمن المصروفات. طب ده انا ما حققتش ارباح ماليش فيه، هتحسبها هتحسبها وهتتحط ضمن المصروفات، فهتزود المصروفات وهتزود الاعباء بتاعتك، عشان كده بنقول هي عبء على الايراد. تمام. وهذه المخصصات قد تكون مؤكدة الحدوث محددة القيمة، مؤكدة الحدوث غير محددة القيمة، غير مؤكدة الحدوث وغير مؤكدة القيمة. هنشوف دلوقتي كده كده حضرتك هتحملها على الإيرادات أو تحطها ضمن المصروفات قبل الوصول للربح أو الخسارة، وهي ليست توزيع أو استعمال. عندنا مخصصات مرتبطة بالأصول، وأشهرها طبعا يا جماعة مخصص بالنسبة للأصول الثابتة، مخصص إهلاك الأصول الثابتة، والأصول المتداولة زي مخصص الدون المشكوك فيها، مخصص هبوط أسعار البضاعة، مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية، ودي بتظهر زي ما احنا عارفين في الميزانية مطروحة من قيمة الأصول المرتبطة بيها. باجي في الأصول الثابتة أكتب كده مباني ناقص مجمع إهلاك مباني أو مخصص إهلاك مباني، أقول مثلا بضاعة ناقص مخصص هبوط أسعار بضاعة. إمتى؟ لما سعر تكلفة البضاعة اللي عندي أو المخزون اللي عندي تكون أقل من سعرها في السوق. آسف، تكون أكتر من سعرها في السوق، يعني عندي مخزون البضاعة ب 100,000 بس اللي زيه في السوق ب 60,000، يبقى أنا خسران 40,000. إيه اللي حصل للبضاعة بتاعتي؟ حصل لها هبوط لسعرها في السوق، فبنكون مخصص هبوط بال 40,000. وكذلك نفس الفكرة بالظبط مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية، والكلام ده تناولتوه بالتفصيل في محاسبة أو المحاسبة محاسبة واحد لما درستوها. مخصصات مرتبطة بالالتزامات دي بنكونها لمقابلة التزامات مؤكدة الحدوث إلا أنها غير محددة القيمة على وجه الدقة. زي إيه حضرتك؟ مؤكدة الحدوث زي مخصص الضرائب، حضرتك هتدفع ضرائب بس ما تعرفش كام، لأن لسه هيجي المأمور هيفحص وهيحدد قيمة الضريبة، فأنت بتكون مخصص برقم معين أنت متوقع هتدفع 100,000، جه المأمور فحص بعد كده لهم 120 يبقى انت هتزود المخصص ده ب 20، لهم 80 يبقى انت هتنقص المخصص ده ب 20، لكن في كل الاحوال هتكونه. طب انا اكونه بدري ليه؟ لان السنه الماليه تختلف عن السنه الضريبيه، حضرتك بتطلع قوائمك الماليه يوم 30/6 بس بتدفع الضرائب بتاعتك امتى؟ من 1/1 لحد 30/4. الله، والقوائم الماليه في الوقت ده هتتفحص بتاعتك، ما تعرفش انت هتدفع كام بعد كده، فبتضطر ان انت تتوقع او تحدد مبلغ لمخصص الضرائب بشكل غير دقيق الى ان يتحقق عند اجراء عملية الفحص الضريبي. بنوك دائنة، هناك كان بنوك مدينة طبعا نقدية بالبنوك والصندوق دي فلوس لينا، لكن هنا بنوك دائنة يعني حضرتك عليك فلوس للبنك. زي ايه؟ طبعا لو احنا سحبنا على المكشوف تمويل اعتمادات مستندية، البنك مول لنا وعلينا فلوس، قروض قصيرة الاجل 2/8 واخر بند، موردون واوراق دفع وحسابات دائنه. من مكوناتها بتكون من موردون، دول الناس يا جماعه اللي انا عليا ليهم فلوس، اشتريت منهم بضاعه او يعني خامات او حاجه معينه للمنشاه وبالاجل اهو بقيمه المشتريات الاجله، بيجعل دائن طبعا الموردون او الدائنون، دي دائنه بقيمه المشتريات الاجله وبقيمه اوراق الدفع المرفوضه، وطبعا بيبقى مدين او بيقل طبعا باللي بنسدده للموردين وبقيمه مردودات المشتريات وبقيمه ما سدد من أوراق الدفع. ويقتصر استخدام هذا الحساب على مواردي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات. خلي بالك من النقطة دي، لأن أنا ممكن أسألك فيها في سؤال صح وغلط أو في اختيار الإجابة الصحيحة. يقتصر استخدام حساب الموردون وأوراق حساب الموردون على مواردي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات، وأقول لك فقط عشان ألخبطك، طبعا تبقى العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. أوراق الدفع ده بيجعل دائنا بقيمة أوراق الدفع التي حررت للموردين خلال الفترة،
ومدين بما سدد منها وبقيمة أوراق الدفع المرفوضة. وبرضو جملة مهمة، بيقتصر استخدامه على مواريد الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والإيه والخدمات. البند الثالث، حسابات دائنة الشركة التابعة والشقيقة. 2.8، موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة. البند الرابع من بند الموردون وأوراق الدفع والحسابات الدائنة هو حسابات دائنة للمصالح والهيئات. يعني الهيئات دي أو المصالح دي ليها عند المنشأة مبالغ لم تسدد بعد، زي مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لو علينا اشتراكات تأمين. 2.85، دائن التوزيعات. 2.86، مصروفات مستحقة السداد. و 2.87، إيرادات محصلة مقدما، عكس اللي كانوا في الأصول المتداولة. كنا هناك حاطين مصروفات مقدمة وإيرادات مستحقة، لا هنا بقى مصروفات مستحقة وإيرادات إيه؟ إيرادات محصلة مقدما. أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة تخص أعوام لاحقة. هذا الحساب يا جماعة عشان نوضح معناه، بيكون حساب دائن طبعا لأن ده ربح طبعا، بقيمة أرباح مبيعات التقسيط المؤجلة اللي بتخص أعوام لاحقة، مبيعات بعناها بالتقسيط ولسه ما نعرفش هنكسب فيها ولا مش هنكسب، أو ما تحققش الربح بتاعها، فبيحمل بهذا الحساب وبنسميها مؤجلة معلقة هي لحد ما تتحقق. لما اللي يتحقق منها خلال السنوات اللي جاية نخفضه بيها وتبقى. البند التاسع، حسابات دائنة أخرى، تأمينات بقى. شوفوا كان عندنا حسابات مدينة أخرى في الأصول المتداولة كان اسمها تأمينات لدى الغير، هنا لا، تأمينات للغير. حد دفع لنا تأمين وهنسدده له. دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين، عائد عقود تأجير تمويل يخص عوام لاحقة، منح حكومية مؤجل الاعتراف بها. 2.9، حسابات قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح، ودي عبارة عن حساب تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر اللي بنقفل فيها حسابات الإيرادات والمصروفات والتكاليف في نهاية الفترة بهدف تحديد نتيجة العام من ربح أو خسارة. ويتم من خلال إعداد تلك الحسابات تصوير قائمة الدخل عن الفترة المالية، وتتضمن هذه الحسابات حساب توزيع الأرباح اللي بيوضح إزاي يا جماعة نتصرف في صافي أرباح الإيه؟ أرباح العام. بكده يا شباب يبقى الوحدة كده يا شباب بقى حساب 2.9 بنقدر نقسمه وفقا لما ورد بالدليل المحاسبي على النحو التالي. 2.9.1 عبارة عن حسابات قائمة الدخل اللي هم الثلاث حسابات اللي أنا لسه بنتكلم عنهم، اللي هو حساب تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والإيه والخسائر. والحساب الفرع الثاني من الحسابات اللي عندنا اللي هو 2.9.2، حساب توزيع الأرباح. بكده نبقى انتهينا من الوحدة اللي قدامنا دي ومن المحاضرة الرابعة. مطلوب من حضرتك اني تقرأ المحاضرة كويس وتعرف مكونات قائمة المركز المالي بتفاصيلها اللي انا اشرت ليها او شرحتها خلال المحاضرة، تعرف كل مصطلح غريب او جديد اتكلمنا عنه النهاردة، زي مثلا الانفاق الاستثماري والتكوين السلعي، يعني مشروعات تحت التنفيذ، كل الكلام الجديد اللي انا اشرت ليه النهاردة، زي نحسب تكلفة الاصل الثابت، تمام، المخزون بنتعلم معاه ازاي، يعني ايه قروض لدى شركات، قروض لشركات قابضه او تابعه او شقيقه، كل حاجه او تعريف انا اشرت ليه لازم تخلي بالك منه، وايه اللي بيبقى جواه، وايه متى يكون مدين ومتى يكون داين، بيزيد بايه وبينقص بايه، كل الكلام اللي اشرنا ليه او اتكلمنا فيه في المحاضره حضرتك مطالب بيه. ان شاء الله باذن الله تكون الاسئله على هذا الجزء في الامتحان برضه عشان ما تقلقوش، اسئله مباشره وفي شكل نظري، في سواء كان في شكل صح او غلط او في شكل اختر الاجابه الصحيحه. انا بتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسداد والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.